رئيس الوزراء يكون صادق مع شعبه، يكون حريص على المواطن، يكون حريص على البلد، يكون حريص على كل شيء في البلد، مو يروح يودي ويهدر طاقات البلد ويضيع مستقبل أبنائه من أجل الخير ومن أجل العمالة. هاي عمالة خلي يسمعها. العراق ما ينباع، نفطه ما ينباع، بي شعب حر وبي روس حارة وبي ناس قاتلة تردد ومستعدة قاتل الباطل اليوم من أجل الحفاظ على العراق. هذا تدمير للعراق، هذا تقسيم للعراق، ولا يمكن أن نرضى به. وهذا العراق يقف، هاي الرجال اللي تشوفها هاي تقف من أجل حماية العراق. لا يمكن للكاظمي ومن أتى بالكاظمي والدوائر الصهيونية والعملاء الذين رضوا بالكاظمي وأفعال الكاظمي أن يتسيدوا المشهد العراقي ويستمروا على طغيانهم. هذا الشيء لا نقبله، والله تطير الرؤوس. أنا واحد من الناس، اقتل ولا يستمر هذا الوضع في العراق. وهو بابيت بالانجليزي، يعني شنو بابيت؟ يعني خادم يصغيرون. بابيت جابوه حطوه، هذا البابيت يخدم الاجندات الصهيونيه الامريكيه، اجندات الخليج. انت فسر لي شغله هسه. كلامك خطر. خطر واحكي واوصل لذاك الصوب، ما خايف. تعرف ليش؟ لان منطقي يقول لي هيك. اسمح لي، اسمح لي، انا حسين بارود. خريجين قاعدين، خريجين كم وين مظاهرات. انت سالف لي هالشيء سميها، انا اقول خيانه. طبعا خيانه. وبيع للبلد واستهتار وعماله. هاي عماله لاموال الخليج، عماله للدوائر الصهيونيه اللي تريد تخلي العراق ضعيف، والخليج اللي يريد يبقى على العراق ضعيف ومدمر وتنهشه الذئاب. والشعب ضربت عليه الذله والمسكنه. الشعب اليوم متعيه يطلع يدور له على خبزه، تتمرض مرته ما يقدر يوديها للطبيب.